جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. يا أنسي، خلص أنسي، أنتي لا تاكلي هم القصة اللي صارت تحت عنا بالحارة، لأنه أنا هون ورح حل الموضوع. خير، في شي يا أنسي؟ رح حل الموضوع ورح صلح كل شي. انت شو مفكر حالك عم تساوي؟ عامل وصي علي؟ انت المسؤول عني؟ انت عم تحاول تكون المسؤول عني بكل شيء؟ شو عملت بهديك البنت المسكينة؟ قلي لو خبرتني شي مرة، بس مرة واحدة يا راجو، انه خطبتكم كانت بهداك النهار، كان مستحيل اسمح لنفسي فكر بهالشي وخليك تتزوجني راجو. ليش سويت هيك فيني؟ قول ليش راجو؟ لك ليش ساكت؟ جاوبني، قول شي. حياة هديك البنت المسكينة دمرت بسبب الشي اللي عملناه أنا وأنت، وحتى عائلتك كمان وقعت بمشاكل كتير كبيرة بسبب هاد الشي. أنا خجلت منهم عن جد، خجلت من أهلك راجو. لا يا أنسي، قلتلك من قبل أنتي لا تاكلي هم شي، وأوعك تلومي حالك على أي شي صار، لأنه لو أنا رفضت أنه أتزوجك أكيد كانت نجحت خطة أبي مان. قليلي، في أكبر من هيك خيانة للمعلم؟ أنا مستحيل خلي هالشي يصير. كيف بترككم تتدمروا أنتي والمعلم بس من شان سعادتي؟ مهما كان يا أنسي، إذا الخادم اعتبر أنه سعادته أهم من سعادة معلمه، خدمته ما رح يكون إلى أي معنى. بس راجو، بكفي لهون. يعني الخادم مانو بشر مثلنا؟ برأيك سعادته ما بتعني أي شيء؟ بس لك، انت دمرت لها حياتها، وانت بتعرف انا ليش ساويت هذا الشيء.